يعني في اذان كوب هاي من هنا ما حضر مني بسكوستين ما كاملين، واحد يقدر اذا كملها ويضمنها يعني. فكنترول سي من هنا زين. نغير الوحدات بعدين، عندنا الدنسيتي مو بال غرام السيسي، خلينا نحط غرام السيسي. دنسيتي دنسيتي حط غرام السيسي زين. نروح على الريجريشن لاب داتا differential liberation data حط control B. اوكي صارت عندنا هذول كلهم بس تاكدوا ان الجاز اويل ريشيو هي بالاس سي اف بي ار اس تي بي بالريبورت لو بالمتر مكعب بير متر مكعب. اذا متر مكعب بير متر مكعب لازم تغيرونها يعني من شو اسمه اعتقد متر مكعب غير متر مكعب لان ارقام قليله كلش. هاي مو اس اف بي اس تي بي غلط، هاي لازم تغيروها تحطوها متر مكعب غير متر مكعب. المهم يعني عندنا نتعلم بروسيجر زين. اذا دسنا اوكي لا لازم ندوس انكلود بالبدايه، يلا ندوس اوكي بس ما نحسبه. كنترول في انكلود اوكي نحسبه. هسه انت تقدر تعتمد على الديفرنشال اكسبيرمنت مال اويل دنسيتي او تريد هاي وهاي زين، هاي وهاي وهاي سويه. هسه ما اظن من هاي احنا حطيناها اصلا غلط زين. اظن من مثلا بس الاويل فورميشن فوليوم فاكتور زين. اقول له مثلا بس هم نفس الشيء بس للمواد للسيدو كومبوننتس نشوف الريجريشن مالتش بس حيطول شوية طبعا، ولا اختارتهم كلهم حيطول بعد اكثر كلش. ف انتظر نشوف يمكن ذاك الفيديو ابو ساعتين الا ربع همين بيخش حكي هو همين سيريز يعني عدة من الفيديوهات صحيح طوال بس يفيد العلم. خلينا نكتفي ب 84 اتريشن، انتم انتظروها بتكمل 200 خلص الكانسل. اوكي يعني يقول لي حست اعمل احسن شيء حصلته بال 90 اتريشن مو مشكله زين. خلينا نشوف اذا نقول لك ويب كالك فيس انفلوب كالكوليت زين يعني اوكي نزل شويه عنه يعني هو ما كان يجوز لو خلينا نكمل جوز صار احسن ما اعرف والله شوية نزل. طبعا هذا فد شيء وارد يعني عادي يعني احتمال احنا اللي ندخله ارجع واقول احتمال انه الصورة اللي حطيناها هي صورة بس مال ليكويد زين مو مال سامبل كله، والداتا اللي ندخلها احنا ندخلها مال سامبل كله زين. فاحتمال يصير فد فرق، واحتمال اصلا هي يعني مو فد فرق هذا بس يعني اذا بس هذا فهذا ما واحد ما يقدر يعتبره فرق، بس هو الفيس انفلوب مبين صار مخربط يعني مبين تخربط لان ندخل داتا مالت كرود كامل زين، هو غاز وهو نفط كله مدموج بضغط عالي زين. ندخل داتا الكومبوزيشن اللي حاطين احنا حاطين كومبوزيشن اهم ارجع واقول احتمال زين مالت ليكويد زين. يجوز حيسوي لك سد على هاي النقطة المعينة زين، بس ما حي يرسم الفيس انفلوب كله بصورة دقيقة زين. فهو هي هاي فكرة الريجريشن انه يستعمل في الداتا مع اللاب زين على مود يطور الفيس انفلوب مالته. اكزيت نرجع ونقول انه احنا هدفنا نغير السيدو كومبوننتس بروبرتيز
اذا يعجبكم انه يعني تغيرون بالموديل مالتها وتقارنون مثل ما سوينا بالبداية. زين تسوون هيك شيء مثل الاجريشن، تستعملون اللاب داتا، لان كل هي شغلات الهدف مالتنا. هاي بالنسبة للاجريشن. زين بالنسبة للبلاك اويل مو فد مشكلة، البلاك اويل اللي يعني شغلات البروبرتيز مال البلاك اويل. وبالنسبة للشغل الجديد فيعني يعطيكم تسوون فد افريجنج للبروبرتيز مال بي بي تي. يعني انتو عندكم فد فورميشن معينة، فد فورميشن محددة تشوفون هاي فورميشن، بس هاي فورميشن معينة هذا تشوفون البي في تي هنا وبي في تي هنا وبي في تي هنا نفس الفورميشن، غير بروبر غير ترند مال بروبرتيز، غير ارقام. زين اذا تريدكم انه هاي نفس الفورميشن، زين تاخذوها بهذا البي في تي ريبورت وهذا البي في تي ريبورت نفس الفورميشن، تاخذوها بهاي البي في تي ريبورت هذا البي في تي ريبورت وهذا ترسموهم بالاكسل مثلا، تشوفون تشوفون الترند مال البروبرتيز، تاخذون فد ترند يكون افريج بيناتهم. هذا حتى شنو؟ حتى تعتمدون عليه، يعني ما راح تعتمدون على الترند مالت مالت هذا البي في تي ريبورت ولا ذاك ولا ذاك، زين حتعتمدون على هذا اللي هو افريج مال هذا النيتش. زين ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفادتوا من الفيديو.